أحوال جوية غير مستقرة في بعض المناطق الأربعاء والحالة الماطرة تبدأ يوم الخميس، حيث يتوقع بمشيئة الله أن تبقى فرص الأمطار يوم الأربعاء على أجزاء من جازان وعسير، بالإضافة لأجزاء من شمال المنطقة الشرقية، وتكون الأمطار متفرقة في الغالب، وهذا لا يمنع أن تكون غزيرة محلياً، فيما يكون الطقس مستقراً وحاراً نسبياً في باقي المناطق ومعتدلاً في المرتفعات الجنوبية الغربية والمناطق الشمالية. وتتزايد المؤشرات هنا في مركز طقس العرب بتأثر المملكة بحالة ماطرة واسعة تبدأ بالتأثير على المملكة تدريجياً مع ساعات نهار يوم الخميس، بحيث تتكاثر كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة على أجزاء من محافظة رفحاء ومنطقة حفر الباطن وحائل والقصيم والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية وفي نشاط للرياح الهابطة المثيرة للموجات الغبارية بشكل محلي ومؤقت. ويتوقع بمشيئة الله أن تشتد هذه الاضطرابات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي لتشمل مناطق أكثر اتساعاً.